يعني تفاصيل اكتر هنعرفها من الباشمهندسة بسمة شوقي الحاصلة على المركز الاول في التعليم الفني الصناعي. اهلا بيك يا بسمة ومنورانا والف مبروك يا باشمهندسة. الله يبارك في حضرتك يا رب بنور حضرتك. يعني يا بسمة احنا مبسوطين بيكي قوي قوي وحابين نعرف بدايتك في العمل بدأت ازاي. يعني انت بدأتي من بدري شوية بتشتغلي وانت صغيرة جدا يمكن في رابعة ابتدائي، ازاي قدرتي ان انت تتفوقي طول السنوات الدراسية لحد وصولك للمركز الأول في التعليم الفني الصناعي؟ والله الحمد لله بكله أولا بكرم وفضل من ربنا ان انا بشتغل من وانا في سن صغير، وقدرت ان انا نحصل على المراكز دي على مدار سنوات النقل لحد الشهاده الثانويه، دايما من الاوائل الحمد لله، من وانا في رابعه ابتدائي. بس كانت بدايه المسيره ان انا حصلت على 292 من 300 في سته ابتدائي، وفي الشهاده الاعداديه 275 من 280، بس ما فضلتش ان انا التحق بالتعليم الفني. ودايما مدار سنوات النقل اعدادي دايما من الاوائل، وابتدائي من الاوائل لحد ما كملت دبلوم صناعي، ان انا ما فضلتش ادخل التعليم العام لان مصاريفه كتيره. وانا كنت عايز اسمع بقى القصه دي، انت ما رضيتيش تروحي للتعليم العام لان هو ربما يكون اكثر تكلفه، وفضلت انك علشان يعني الضغط على اهلك، لكن ربنا يمكن عوضك. احكي لنا الحكايه دي، كرم ربنا كان عامل ازاي في القصه دي؟ مفارقه غريبه، وخصوصا انك حصلتي على منحه تغطي مصاريفك لغايه الدكتوراه، يعني برضو فيها حكمه كبيره. ايوه طبعا كل فضل ربنا ان انا حصلت على المجموع ده في الشهاده الاعداديه، بس ما حبيتش التعليم العام لان انا عايشه مع والدتي، وحسيت وطبعا اهلي كانوا معايا وكده، بس انا عايشه مع والدتي في قريه اشليمه، فما حبيتش ان انا نكون نضغط عليها او كده ان انا نكون عبء، لان مصاريف التعليم العام مصاريف كتيره جدا، وانا فضلت ان انا نكمل مسيرتي بتفوقي في التعليم الفني، واثبت واعمل لنفسي حياه، اعمل لنفسي شخصيه وكيان منه ان شاء الله. طب انت حسيتي ان انا حصلت على المركز اول جمهوري، ان انا حياه مشرفه ليا طبعا، وكل الشكر والتقدير لربنا اولا ثم لوالدتي ثانيا. ربنا يخليها لك يا رب. يعني امتى حسيتي ان انت ابتديتي تحققي نجاحات؟ يعني امتى حسيتي ان انا ما غلطتش لما خدت الخطوه دي، انا كنت صح، انا فعلا تفكيري كان مظبوط؟ يعني اكيد انت الناس قعدت تقول لك مثلا يا بنتي ده هيبقى صعب، طب ليه الكلام ده كله؟ امتى حسيتي ان انت يعني حققتي نجاح نحو طريق صحيح يعني انت خدتيه؟ اولا انا واجهت صعوبات كتيره ان انا ازاي بنت في ريف وتشتغل في سوبر ماركت وكده، بس من بدايه سته ابتدائي حصلت على المركز الاول مقرر على المدرسه، فابتديت من وقتها ان انا لازم احقق لنفسي حاجه. من بدايتها بقى دايما من الاوائل، وحصلت ان انا 275 في الشهاده الاعداديه، وكنت بنروح دروس طبعا في الشهاده الاعداديه ومدرسه ومنتظمه في المدرسه، وكان مجهود كبير كبير خالص، بس الحمد لله ربنا ادانا ثمر تعبي وان انا كرمني وجبت المجموع ده، وحبيت ان انا نكمل، بس ما حبيتش ان انا ندخل تعليم عام زي ما قلت لحضرتك، ونكون مثلا ضغط على اهلي ويكون عبء كبير عليها، فما حبيتهاش. ومن ترك شيئا لله عوضه خيرا منه. اكيد، وده اللي حصل فعلا، انت يعني عملتي ده وربنا عوضك بمنحه لغايه الدكتوراه. هتخشي هندسه ان شاء الله ناويه؟ ادخل ان شاء الله معهد فن صحي واكمل من بعد كليه هندسه. ناويه تخصصي في ايه؟ التخصص اللي انا فيه فني تركيبات كهربيه. حلو حلو. يعني احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا بسمه، وانت في الحقيقه نموذج للبنت المكافحه الشاطره، يعني في الحقيقه واحنا متعودين على ده من بنات مصر، ان هم شاطرين عارفين هدفهم وحاطينه في دماغهم ان هم صغيرين وقادرين ان هم يحققوه ايا كانت بقى الطريقه اللي هيوصلوا بيها لحلمهم، سواء هيدرسوا بس او هيشتغلوا او هيدرسوا ويشتغلوا زي ما انت عملتي. نشكرك يا بسمه وبتمنى لك كل التوفيق بسمه شوقي الحاصله على المركز الاول في التعليم الفني الصناعي.